تعالوا نعمل مع بعض البوظة أصل الصعيد. بصوا بقى، أهم حاجة تتعمل بخميرة بيرة مش الخميرة الفورية، تمام؟ فالخميرة عشان نختبرها لازم الأول نحطها اللي هي بتكون الطرية دي، اللي مش الخميرة الفورية دي، خميرة طبيعية يا جماعة، لكن الخميرة اللي هي الفورية دي مصنعة، ونحط عليها معلقة سكر ونسيبها تتفاعل مع بعض. عايزة أقول لكم إن البوظة دي مفيدة جدا للمعدة وللأمعاء وللقولون، فهايلة جدا جدا، لازم تجربوها، وهي سهلة، مفيش أسهل من كده. أنا منساش إن إحنا عندنا في بلدنا لازم يعدي واحد يبيع بوظة وهو أصلا أصله صعيدي، ويندى عليها بقى ويقول مع السلامة يا بوظة. ومع الزمارة اللي هي أول ما يزمر العيال تعرف إن ده بتاع البوظة. فالبوظة مشروب جميل جدا وفي نفس الوقت سهلة. أنا حطيت الخميرة تتفاعل مع معلقة سكر وربع كوباية مية. تعالوا بقى كده أقول لكم مقادير البوظة. معايا كوباية من السكر وكوباية من الدقيق وأربع كوبايات مية ومعلقة خميرة بيرة اللي احنا حطيناها مع معلقة سكر مع نص كوباية مية مع شوية فانيليا، تمام؟ هحط الفانيليا كمان على جنب كده جنبي. وتعالوا هننزل بالحاجات دي كلها الأول على البارد. الدقيق بسم الله، هي سهلة جدا، مع السكر بالشكل ده كده، وهقلبهم بشوية من المية الباردة، وبعدين هكمل بمية سخنة عشان ما تاخدش معايا وقت. نقلبها كده تمام، عشان لو حطينا مية سخنة من الأول هتكلكع، وانا عايزه احط ميه سخنه عشان ما تاخدش معايا وقت. فكده بالمنظر ده كده، بس انتوا ممكن تعملوها كلها بالاربع كوبايات الميه اللي هي الساقعه وتسخنوها. عايزه اعاير دي، استنوا بقى لازم اتصرف كده، هاخدها بقى سخنه كده بسم الله كده، وانزل بيها عليها واقلب كده. مع السلامة يا بوظة. عايزه اقول لكم دلوقتي محلات البوظة بتحط عليها كريم شانتيه، لكن الاساسيه بتتعمل بدقيق مش بكريم شانتيه يا جماعه، وحبه صغننين بيعملوا كميه كبيره قوي. تعالوا بقى كده ايه، ننزل بيها على النار نسويها زي ما بنسوي المهلبيه بالظبط. نعللها كده النار تمام بالشكل ده اهو كده، ونسيبها تغلي لحد ما تعمل فقاقيع زي المهلبيه، كانك بتتعاملي مع مهلبيه. ننزل ده عشان ايه، ده الدقيق، وبصوا ما كلكعش معايا ولا اي حاجه، لان في الاول عملته بميه بارده. ونقلب وناخد بالنا منه، ايدينا فيه علشان البوظه ما تبص مننا وتبقى بوظه بوظه بقى. تبقى بوظه بجد تمام. وطبعا هنكون محضرين معانا الخلاط علشان هنضربها في الخلاط. بصوا انا عايزه اوريكم البوظه اللي انا عاملاها قبل الحلقه، بصوا فارت ازاي، بصوا فارت ازاي وبهدلت الدنيا. اهي دي البوظه الاصليه بالدقيق، هحطها بقى انا كده ايه في كوبايات. زمان يا ولاد زمان كانت البوظه دي بيعملوها كده بتودي في حته تانية، بتدوخ يا بوي. لكن دلوقتي لا، طبعا انا مخليه بالي من اللي على النار كده اهو، مش هنلحق السخينه الحلوه، مش هتاخد حاجه. بصوا هننزل كده في الكوبايات ونسيب مكان شوية عشان ايه، هتفور. انا نفسي امد ايدي واكل واسيب الحلقة، ريحتها طلع تحفة يا جماعة، ريحتها فوق الفظيعة بشوية تمام. اهي هنا بصوا بقى بدأت تبقلل معايا اهي، على الناحية التانية بكون حاطة الطاسة للسخينة، يعني بدأت تبقلل معايا. بعد ما بتبقلل بسيبها على جنب تهدى، اركنها على جنب لحد ما تبرد خالص، وبعدين ننزل بالخميره. بس الخميره
ما تكونش سخنة، عشان لو سخنة الخميرة هتروح ميتة معانا ما تخمرش، ونضربها في الخلاط ونسيبها تخمر. بس هي دي.